السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ قبل سنة تقريبا نزلت فيديو اسمه رد فعلي على مقاطع التيك توك، اغلبكم شاف الفيديو. فاليوم قررت اسوي جزء ثاني واشوف هل التيك توك بعد نفسه لو اتطور. للي ما يعرف، اني ما عندي حساب رسمي على التيك توك ولا مفكر اسوي، لانه هذا العالم ما يناسبني. اني يوتيوبر ووفي كلش لليوتيوب. ملاحظة قبل ما نبلش، ما اريد اي واحد يزعل من صناع المحتوى الموجودين على التيك توك، لانه راح انطي رايي بكل صراحة، فبدون زعل. وهم تقدر تعتبره اعلان ودعم الك، وتقدر تسوي مقطع قصير ترد على كلامي اذا كان بي خطأ. فقبل ما نبلش بالفيديو، لا تنسون تصلون على محمد وآل محمد. صليت؟ عفية. طبعا احنا راح نستعرض حسابات عشوائية. اول حساب راح نشوفه مال شخص اسمه مهدي زناد، عنده 1,700,000 متابع. يعني هذا مبين؟ ها؟ تعالوا خشوف فيديوهاته. تذكرين من كنا ياش نتقابل بالفرع؟ خجلتني. تذكرين من كنت واحد؟ هذا شباك صدق مرة عجوز. هذا عبالك عجوز؟ لا عبالك عجوز. اخ يا ابا ظهر راح، وين صارت هاي العوبة؟ شنو صوت البق؟ صوت بق سمعتوه؟ شنو صوت البق؟ صديق كذي حتى من كنا قبل نتواعد هم متأخريني هتشي. وين صرتي؟ بابا بق بق، ليش البق هذا ليش؟ حبيبي رتجيك بس امه ما خلت نطلع. بعد ويق يا معود، لا تستخدم هيك مؤثرات يا يما. راح ابني قل لي ما خابروك ذول الخاطفين ابني. طبعا لاحظت بفيديوهات 3/4 انه واحد مخطوف. هاي عمتك امارتك عندنا خطفناها. شوف خطف دائما خطف، يعني اذا لقيت فيديو ثالث خطف الشغله تصير مو طبيعيه. ولك طلعه منو؟ منو طلع مجال؟ ايش تسوون انت؟ ايش رايده؟ ولك خاله مهدي الحق خطفه وجباه باع الخطف. انا متاكد اذا بحوش بحسابي اكو فيديو رابع مال خطف. ولك الماطور مالتنا نباك. شوف الماطور، لازم اكو واحد مخطوف لازم شباب. ها استاذ دزيت علي. ايه ابني دزيت عليك، وين صار لك يومين غايب؟ اخاف اكمل الفيديو يطلع باقي القلم. سيدك القاضي، ولك انا خايف من عندك عاد حمايه يما. خاف انت شنو البشر؟ ها اكو واحد يقتل مرته بالكريك؟ لا عبالي خاطف مرته. لا ليش تغيرون السيناريو ويسوي قاتل مرته؟ استمروا بسرقات، اريد سرقات. عم تريد تشتلنا انت على كيفك؟ حجي عندك مثلها؟ ليش مسوق السيارة صدق؟ ليش مسوقها؟ ليش تهزون بيها؟ يا خال على كيفك انا صاحبة تيتا؟ تريد طفت الكهرباء، طفت الكهرباء من الضيم، طفت الكهرباء من الضيم. عم هو خير ابوك شبيه؟ مخطوف، مخطوف؟ عم هو خير ابوك شبيه؟ سمعت مسوي له عملية. عملية؟ ليش مو مخطوف؟ يا اخواننا الجواسيس، اسمعوا هاي المعلومات ارد اعطيكم اياها. على الخطف، على الخطف. الجاسوس محنك ويخطف. ويخطف. جاوب على جميع الأسئلة. أريدكم محنكين وأريدكم تجيبون المعلومات من داخل. أبغى تجيبون واحد تخطفوه. شيخنا عندي شغلة محيرتني وأنا جئتك. إيه ابن ابنك مخطوف. وليش خير ده الزوج وذولا ولدي ما يحسون بي. شو وقت تخطفين؟ طبعاً شيخنا أنا جئتك وأريدك توقف وياي بالانتخابات إن شاء الله. أنتم يا هلي جماعتكم ننتخبه ونسوي. وبعدين يخطفنا. امشي قدامي. امشي. خاطفها. خاطفها. سيدي أرد أقدم بلاغ، مرته طلعت من الصبح ولسه ما رجعت. خاف. مخطوبة، مخطوبة. شباب طبوا على مهدي زناد، كتبوا له بالتعليقات علي شاكر يقول شو وقت تخطفني. أكو حساب مال وحدة اسمها لوزة بها 86,000 متابع. تعالوا خلينا نشوف الفيديوهات مالتها. فطور زوجي للدوام. اوكي هاي شو الفائدة؟ أنا كذا استفدت إيه؟ شو استفادين إحنا فطور زوجك؟ وليش ده نعرف إحنا زوجك إيش يأكل؟ طبعًا كل فيديوهاتها فطور زوجي للدوام، فطور زوجي للدوام، فطور زوجي للدوام، فطور زوجي للدوام، فطور زوجي للدوام. والناس عندها فضول، يعني شوف هسه عندك هالفيديو وصل 17 مليون مشاهدة، 17 مليون إنسان صار عنده فضول يشوف زوجها شنو يأكل. ها فطور زوجي للدوام شنو هاي؟ شنو هاي الممضوغ هذا؟ ما دافتهم تمنو ملخية هاي؟ فطور زوجي للدوام. شنو هاي الأكلة هاي؟ شنو هاي؟ شنو شعرايه هاي؟ شعرايه هاي؟ شعرايه يعني شنو الفائده؟ محتوى كله فطور زوجي. فطور زوجي، فطور زوجي للدوام. واو محتوى جديد هسه. شوف هذيك الحلقه كانت فطور زوجي للدوام، هاي الحلقه صارت فطور زوجي للدوام. فمتحمس اني. بلا زحمه شو وقت تنزلين الفيديو الجديد بعنوان فطور زوجي للدوام؟ شو وقت؟ تعال نشوف فطور زوجها للدوام ايش راح يسوي اليوم. ليش اكو هيك محتوى؟ ليش بس فهموني. شباب طبوا على لوزه، كتبوا لها علي شاكر يقول انا كده استفدت ايه.
ما شلون اكتبوها هيك بهالطريقه، مو تفضحونه هيك كتبوها. انا كده استفدت ايه؟ مو انا اعرف العراقيين، عراقي ما يعرفون يكتبون البعض، انه بقول لهم على المصري. انا كده استفدت ايه؟ كتبوها بهالطريقه. اوكي شباب، اكو شخص اسمه منصور سامي عنده 3.3 مليون متابع. نشوف شنو محتوى الاستاذ منصور سامي. فطور زوجي للدوام. السلام عليكم. عليكم السلام. اوقف. عليكم السلام. اريد نزين انا و لا ليش عين مغايب؟ لا هاي مغايب، هاي مغايب، ام غايب طالع من فيلم تاريخي بين لابس عمامه. باع بابا روح، انا انت صديق ماكو، صداقه ماكو. بابا شنو سالفه العمايم دي لبسوها؟ يعني سو مغايب لابس عمامه، هاي اخر لحظه، وهذول بابا روح بابا صديق هم. لا شنو سالفه العمايم؟ شو سليش يعني؟ ما افتهم بابا. في عمل شريف ها، وانا بس ما مغايب العمامه، ما افتهم بابا. انا وانت هسدتوا اثنيناتكم هنود، واحد يحكي ويا الاخ. ليش تدعكون عربي مكسر؟ المفروض تقول له نهي كوتشنو بيارها دو مطلب بوشنو بيارها. يشتغل حرامي انبوك فلوس ناس حرامي يبا. المفروض هالقصه ذاك يصورها، ذاك المفروض يصورها مو انتو. بابا انا وانت يبوق منو؟ بابا انا وانت سدك شويه النقطه ممسوحه شيء عندك النقطه مجروره بكلينس، المفروض تثبتها. اقول لي سويت غدا؟ لا هسه راح اسوي عشاء. صار الساعه بالاربعه ما مسوي غدا. ايش لابو ايش لابو؟ ايش قد يحب هذا؟ ايش قد يحب يضرب راجديات هذا؟ ايش قد يحب يضرب راجديات؟ كم انت عاشق للراجديات؟ ما اعرف. شوف ساعتكم هنا، شوف شوفه يحب يصلخ راجديات، ما اعرف يعني ليش. عاشق للعجوله، ما اعرف. بويه حباب ما تعلمني سياق بويه. ابني مو وقت اعلمك السياقه. دبك لا يصرخك عجل. بابا ايش تسوي؟ ارجع لقدام. جاي اقول لك ارجع لقدام. ويا شلون ارجع لقدام شلون؟ واخيرا واخيرا لازم يصير هنا حرب العجوله صدقوا. طب 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 اجلدهم اجلدهم، اريدك شو تصلخهم لانت تحب هالحركه. الباب قوم 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 شر اصلخهم اصلخهم. خال غير انا سالتك على بيت ابو محمد، وين بيت ابو محمد؟ حتى روح له بيت ابو محمد منطقه شاتا. تضحك علي انت؟ ايه ضرب. ما يقدر لازم يصلخ، لازم. اخوان هذا الانسان يحب يضرب عجوله بكل فيديو، لازم تلقى له راجدي. يعني هم شو، اكو واحد يحب يمثل دور المخطوف والخطف، واكو واحد يحب يمثل دور العنيف. فهنا الاخ منصور سامي عنيف، رجال عنيف. هلا منصور عضله اخ ضير، انا احب لوحده بس لا، هذا الدور هالمره ما راح يقدر يضرب بي عجل، ما يقدر. بس خلينا نشوف هل يا ترى راح يضرب عجل اذا ضربت راجدي بهذا الفيديو. ثاني دقيقه شرفك حقق حلمي واضرب واحد كفخه. اي لا في دول شو يسوي هنا؟ اي اي اجى ابوها واخوها. يابه مو قلت لكم لا يخلى مقطع انا ما بي عجل، ماكو، لازم بكل فيديو اكو راجدي. الفيديو الجاي اذا طلع بي راجدي ما اعرف شو احكي صراحه. شلون اقعد دكتور انا مريضه؟ هلا بيج حجيه، شنو اللي يوجعك؟ ما اعرف شنو اللي يوجعني، حالتي متدهوراني حجيه غير دقيقة. هذا دور الحجيه الماخذه، انت دور ممثل صاعد على حصان، ما مبين حجيه، مبين عليك فارس. بس اطلق سيف خلاص تفول. سيدي بسطني كسرني تكسر. شوف سوابيه، شوف راس. عذره بابا عذره عذره. هو يحب يضرب الناس، يحب عنيف عنيف ما يقدر. بس القرايد فاضل تامر سيدي. وا لازم لازم اكو راجدي شباب لازم. ولك انت طالب غبي شلعت قلب الطينه عضك. طب على حساب واحسب عدد الراجديات. طب شباب طبوا على منصور سامي، اكتبوا له علي شاكر يقول صور لنا فيلم بعنوان الراجدي الناري. اذا انتم من عشاق الفلافل فتعالوا ادليكم على مطعم يسوي لكم الفلافل كلش طيبه. صدق هذا المطعم يقدم لكم الفلافل كوجبه رئيسيه. لا معقوله؟ وعندهم البرجر والقاص والصاج، وكذلك يوفر لكم انواع العنبة والصاص قصدك. وهسه سوالنا هاي اللفه، سعر اللفه 750. معقوله سوي اللفه ب 750؟ لا لازم نخلي شويه عنبة حتى نحس بطعم الفلافل. صح لازم تخلي شويه عنبة حتى تحس بطعم الفلافل. هذا شخص اسمه حسين الغانمي عنده 186 الف متابع، اريد دور بس فيديوهات الفلافل. يوم انا ببغداد وتحديدا بالسعدون، يم واحد من اشهر المطاعم المختصه بالفلافل. يحب الفلافل جاي، يحب الفلاوي، يحب الفلافل. هذا المطعم مشهور بالفلافل مالته وطريقه تقديمها. هذا فاذا عزوا محلات الفلافل يأيس بعد ماكو، هو هذا ما يقدر لان ماكو فلافل ما يقدر. مطعم يقدم لكم الفلافل والبرجر والشاورما، وبالاضافه هذا المطعم يقدم لكم انواع المقبلات. هي انواع المقبلات هي هن سبع انواع عندنا بالعراق، هن تقريبا سبعه، حمص بطحينه جاجي بيتنجانيه، هن ذني وتبوله والحق ربعك وجزريه وتفاحيه وهن ذني، هن اكو غير هن انواع المقبلات. ادور على بعد مقاطع الفلافل اعذرني. مو تزعل بشرفك، اقدر اضحك شويه. ها كان يسوي قصص هو، كان يسوي قصص.
كان يسوي قصص مو بس فلافل، عديش طفر على كل اخ حسين الغانمي انت مو كنت تسوي قصص. طبعا الشخص هذا اسمه زياد الملك، عنده 633 الف متابع. كبي لا كبي لا حبوت باشر مو عندك امتحان، يلا ترك اللعب تعال درسنك يلا. يا دراسه يا وضعيه معود، خليه يلعبون يعيشون حياتهم يعيشون طفولتهم. صح هذا المفسد مال المنطقه. صحيح هذا اللي يفسدهم، هذا اللي يفسدهم. واحنا ايش حصلنا؟ درسنا وتعبنا هاي قعدتنا كل شيء ما حصل. يعني انت تريدهم يقعدون مثلنا؟ خليه يروحون يدرسون عمي. احنا احتمال ما جتنا فرصه عمل، بس باكر عقب الشهاده تفيدهم. زياد نفس الشيء وداحتك، يلا سجاد العب 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 العب. شوفوا يقول لك بعد الجد والاجتهاد سيكبر الطفل اياد، من اسمه نسيته ما اعرف. المهم الولد هذا ها سجاد شلونك بعد مر اي بعد مر 20 سنه ما قلت لكم اي. السلام عليكم. اي دكتور صار دكتور صار لي ساعه ثاني والدي وصى عليك وضروري لازم تجي وياي. اي ماكو شيء يلا مشينا نشوفه لعد. دكتور تفضل. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بعده نفسه انا بعد ابنك عمر هو بعد ما كبران. شباب شلونك حبيبي دكتورنا؟ الايام عندي شويه دوخه اريدك تشيك لي الضغط مالتي. سلامتك عمي ان شاء الله ما بيك شيء. زياد يا لحق عليها دخل. رجعت الذكريات قال يابا قال لهم خلي ابني ما يلعب طوبه ومدرسه، كان يجي هو فحصني بس اجاني ابن صديقي فحصني، فمثلا نفس الشيء ماك فرق. بس حلو شباب هيك مواضيع نوعا ما ممكن توصل رسائل للجهال اللي دي يشوفون، صح لو لا؟ مهما كانت الفكره بسيطه بس انا اشجع على هذا الشيء. سبحان الله والصدقه دفع الله ما كان اعظم. احسنت شوف ده دي يوصل شباب يوصل رسائل. حلو هيك شغلات حلوه شباب، الجهال من يشوفون يتعلمون. انا دائما مركز على الفيل الزعطوطيه. بدو شنو هذا ليش ما تجيب سلاح ابو الصج همي يكون واقعي اكثر؟ ليش جاب لك شماغ لافه بعوده؟ ولك زياد ادقني على مود مره او عليه هاي صارت ومديت ايدك على بنتي. إيه؟ المرت الثانيه ما تصير. إيه؟ انا رايح ايه طلاق دزولي اياها. يلا بابا روح طب بعودتك ورجع للبيت. اما هذا مو ابني، ابن زياد هذا. ابن زياد صار شنو سالفه العقل؟ ايش معنى يلفوها بعقال؟ ايش معنى يلفون العوده بعقال على اساس سلاح؟ هل هذا الشيء معروف بالتيك توك انه السلاح لازم تجيب شماغ وتلفه بعوده؟ زياد الشيخ يصير خادم للناس مو لم الحراميه الديوان. شوفوا يعني كلهم يشيلون سلاح بشماغ. بس سؤال ليش تحطون دائما هاي الدقه اول ما يبدا الفيديو مال تسنن؟ كدوري تعليقات ليش دائما بالتيك توك بالافلام القصيره يحطون هاي اللقطه مال تسنن؟ العالم تلعب بالفلوس وانا حصر علي الالف. تشن شباب طبوا الزياد اكتبوا له علي شاكر يسلم عليك يقول خلنا نصور فيلم سوى. اذا جرب هاي التجربه عجبتني، اذا جرب هاي التجربه هيك اول ما تبدي اللقطه عليه تطلع تشن. بس انا اريد اشيل هذا الاخ زياد، سوي لي لقطه سوي لي اكتب لي قصه على واحد يشيل سلاح، واريد اشيل هاي العوده بالعقال بشرفه خل اسويها. بس روحي اريد اشوف روحي فيش مشاهد. شباب زياد انا فصلي اسبوعين والدك يجدي مهدي اطلب فلوس. هاي شنو هذا غير فصل هذا؟ وقف زياد انا فصلي اسبوعين والدك يجدي مهدي اطلب فلوس ايش قد ما تريد ولا هاي شغله مهدي ولا زياد اسويها سهله بس خل نخلص. اه كيفيت ان اسبوعين تحملين شلون ما كان وخل نخلص من هاي السالفه. عمي من مال الله ايش يطلع من يمكم انعم الله. ما حجينا الله سهل لك والله عم الله شباب. اهلا وسهلا. خير انت عمي ايش عجب يعني هاي الجداوه ما تليق بيك عمي. عمي شو اسولف لك؟ سالفته طويله قطيني من مال الله وخوف الله عليك. هاك عمي 10 بعد مرة اسبوعين. زياد فصلنا وصل وقل الحجي بعد خلاص. عم الله مهدي عم الله الله يسعدك. اشوف فصلتهم شنو ما خلص؟ عمو سجاد انت مشكور رحم الله والديك خلص من زمان صار له فوق الشهر. زياد فصلتهم شلون خلص؟ وانا 24 ساعة اشوف الحجي بالتقاطع يجدي وهسه غير ما اجيك شفته قاعد يقدي. هذا الحكي مو عيب عليك؟ شكبرات اسجداته عجبته الجدية. حسيت من الزرقة بعشرة حلت لي الشغلة. لا قوي هذا الفيلم قوي هذا. كوميديا سوداء شباب كوميديا سوداء. يا يابي حباي قلب راح افتح بث هسه واصعد فوق السطح ايدي اشوف صديقك او شيء فوق حباي قلب خبلني. شلون تسوي دعايه لنفسك بصفر سنت؟ حكت بتلهوش وما صعدت طبعا ما يصعد تجبيه صدقه
بتول فارغه تي بتول لهالدرجه يعني تي لا انه الناس متفاعله يعني محتاجين مندوبات للعمل ايش دخلك انت نص الهوسه هو غير اخوك ايش ما ادري كاخوه جزء ابن عمه لا هوايه صدقت لا هوايه فوديه اختياداتي اسمه فوديه اختياداتي فوديه اي او فوديه اختياداتي بعد اسماء القويه بالتيك توك سؤالنا اليوم يقول شنو اكبر طائر بالعالم النسر البومه النعامه النعامه وهذا كاتب النسر وهذا هم كاتب النسر عبوتي عبوتي يعني هسه عندك جوجل انتو بعالم التيك توك ما مخترعين شيء اسمه جوجل هو اكبر طائر بالعالم يبدو الاقلاع على الارض ها شنو هذا التمستت عبودي غير النعامه شو السالفه اكبر الطيور الحيه هو عضو من فصيلات النعاميات يس النعامه هذا كاتب كاتب هيك شلون مكان كاتب هيك بالجوجل طالع له هيك صارت نسر فقال النشر 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 يمكن هذا الترند من احلى الترندات اللي شفتها لا تقول لي بطل المي واحلى ترند شفته نحتاج بس بطل وابره تخيلوا كلها تقدر تسويه واو 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 تخيلوا واو 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 نعم شنو هاي شنو الضحكه هاي واو تخيل اخوان الساعة بثنتين ونص الفجر وانا واو. طالع ادور على ضوء اسوي جوات ترند واو اخوان دول كلهم منتظريني اركض حتى يركض واو خالي شجاك بسم الله شوف هاي شارد شارد خطية طيه مي طيه مي طيه مي ذلي طيه مي طين مي ذني خطية طين ممكن مرة عذبة طين مي عطشانات لا سوي لا بحاجة كاتبة يقدر تبط ملية تف هذا اسمه محمد أبو غطة محمد أبو غطة عنده 909 ألف متابع يعني عنده مليون متابع محمد أبو غطة وتسوي لي ترند مي عندك مليون متابع وتسوي لي ترند تفتر بطل مي قررت أجرب نومة السطح لأول مرة زين إحنا شنو راح نستفاد أخ محمد أقنعني أقنعني قررت أعيش بخمس آلاف دينار عراقي لمدة يوم كامل يعني شو راح تشتري لفة فلافل بلف بيبسي بخمسمية خلصت الوجبة الأولى الوجبة الثانية تقدر تأخذ لك لفة كباب هندي بلف أو مثلا تقدر تأكل لك صاجم ولا الفون وصم ولا الفين خلصت الوجبة الثانية وبالعشاء أوه نسيت الريوك تأكل لك كاهية بخمسمية ويا هالشيرة وفتشي وإذا حبيت وتبقى لك هم من الفون الزايدة خلص اليوم ما يحتاج أخي ما يحتاج بشرفك تعال نسوي عش عراقي 100% أخيرا جايز قررت أسوي دايت سوي دايت وتسوي صينية عشاء وراها نزل صينية العشاء وينها تعال نسوي عشاء عراقي وراها مباشرة نسوي العشاء العراقي شحاط باعوا بتيته وبيتنجان بيتنجان وحش الطاوة اللي يشفط نص كيلو زيت تخيل طماطة وباع الزيت سوي دايت روح روح وحش الطاوة روحي خلي بيها خيار لا لا خوش دايت خوش نايس. خلي بيها طماطة طب باقي اللي حاط شنو الربط خلي بيها بتيته حلو بعد بيتنجانة بيتنجان بشرفك خلي بيها بيتنجان ايه كبابية خلي بيها كباب ايه كبابية غمسها بالطماطة غمسها بالطماطة صحي شي تتعسها بالنصي عشية شوية صاص حلو شوية بعد عندك دهن زيت روح يا زيادة يا بطنك روح معاك العشاء ولا غلطة العشاء ولا غلطة صح 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 وبالنسبة للدايت شنو راح طار الدايت تعالوا نجهز حتى نروح نشتري اغراض رمضان تشيك وشي بحياتك لازم وصل حتى صينية العشاء تعالوا نجهز للدوام حتى من يغسل وجهه يصور هذا مثل ابو عليو هذا ابو عليو بس لا ذاك شوي شو اسمه جيب الخس هذا شو اخر اخر كلنا ندومي شباب كلنا ندومي حياتنا ندومي ودي اسوي دايت توني راجع من الدوام حرفيا ميت من الجوع فشت ترند قبل اربع اشهر اللي هو نطبخ اندومي مو اقول لكم هو اندومي ما يعرفه بس الاندومي مو زي سؤالكم صينيه عشاء كلنا اندومي شوف اسهل طبخه بالعالم اندومي حالب الاندومي حلب بعد هاي كل اندومي شوف هاي شوف كل اندومي جيب الخس شوف هاي اندومي شوف هاي وصفه اندومي جديده هذا مختم ام الاندومي هذا تروح له حتى بدون ربع فلوق توزيع ثواب على طريقتي باش راح يوزع اندومي 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 صلة الكراتين هاي شوف فطن اثنيناتين وخلوا المنطقه تبكي ماكو خلص الاندومي بالمنطقه شارحهم شاف الضيم بهذا اليوم ماكو بعد اندومي راح شحتي ما اعرف ها صح هو راح يوزع للمنطقه هي صح ما راح يبكون نايس بس ثاني يوم راح يبكون ما كان دوم شباب هاي ويا بنين هم اندومي ايه هم اندومي هذا بقول لكم حالب ام الاندومي حليب شباب طبوا على محمد ابو غطه اكتبوا له علي شاكر يقول لك عوف الاندومي بحاله واذا هل قد تحب الاندومي بعدك ما شايف الحلقه مالتي قررت اطبخ اندومي اغرب الوصفات الاندوميه بالعالم نعم تعلم تعلم شلون يسوون تعلم صناعه المحتوى تعلم ما اعرف انتوا ليش اي شيء تشوفوه تصوروه اي شيء
تسوي تسوي ما اعرف يعني ليش هيك بالتيك توك عندكم كل شيء عادي ليش بتصنعون محتوى اصنع يا اخي ترى حلو حلو الانسان من يشوف تعليقات ايجابيه بمقاطعه او مثلا يمدحون بيه او يشوف انه هو دي ياثر على الناس بشيء ايجابي مو بس دي يضيع وقتهم هالفيديوهات تضيع وقت تضيع وقت العالم حرفيا يعني الفيديو الاول مفيد ترند البطل وات لو اليوم راح اسوي اندومي هسه تقدر تسوي فيديوهات شاطحه يسموها شاطحه هيك تزرق بنص محتواك مثل ما انا اسوي ولو اني حتى فيديوهات الشاطحه اللي مثلا اذا تشوفها تقول هاي ما بيها فائده هم احط لك بيها فائده هم ازرع لك بنصها نصائح بدون ما انت تحس بس ما اخلي فيديوهاتي من الطول للطول ما بيها معنى لا شباب اريد نصائح بالتيك توك اريد واحد يعطيني نصائح اشوف نصائحكم شنو خليك اكتب النصيحه العب طلع ثاني يا عيال هاني يا غير نصائح اشبعكم نصائح يا عيال نصائح اشبعكم نصائح يا عيال اريد نصيحه يا عيال اريد نصيحه كل ساعه اشوف علي شاكر خلاني ينصح اني اوه نسيت ام النصائح ايه تعال تعال مساء الخير مساء النور نحكي لو نسكت سكتي اكيد تحكين عاد سكتي تسدي الفيديو الحب اللي يذلك هذا مو حب صح والحب اللي يبكيك هذا مو حب صح اللي يكذب علي اربع اشهر ويضحك علي اربع اشهر تك 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 اني ما ناقصني شيء يعني ابد ما قاصره بس كل مره ياذيني بيه انا تعبانه نفسيتي صارت عندي اعصاب كلش تعبانه اختص صلي صلي روح صلي ما اقدر اوفى ياذيني ما اقدر اوفى صلي روح صلي هاي هاي اختصرت النصيحه كلها اوي ديروا بالكم تنسون ديروا بالكم بحياتكم تنسون واحد سوالكم بز بز دير بالكم اهم شيء دير بالكم تنسون واحد سوالكم بز انا اذا سوالكم بز ما جاي اتقبل نفسي ما جاي احب نفسي اذي نفسي بعلاج صلي بابا صلي صلي هل ابتعد عن الصلاة الابتعاد عن الدين عوفش من الكلام اللي راح تحكيه الابتعاد عن الدين هو اللي يخليك توصلين هيك مرحلة روح شوفي شلون غيرك عايش بالضيم اصلا احنا لازم نغلط حتى نتعلم اه اصلا احنا لازم نفشل حتى ننجح لازم نشجع على الخطأ ما أدري يعني ما صراحة ما أدري المرأة بطبيعة هواني وحدة من عدهن إحنا النسوان بطبيعتنا مو إيه؟ بيدنا الله هيك خلقنا الله خلقنا هيك السالفة إذا طولت عدنا طولت وكتلة روحها ها تطولي لها خمس دقائق وبعدين تلقيها على CNN وتلقيها على وكالة ناسا الفضائية لا ونسبتي هذا الشيء رب العالمين إنه الله خالقها هيك الصوت مو صوتها استغفر الله شوفها كاتبه لي اي والله صدق مداك ابد مواني مفتخره مفتخره انه بيحلفهن هذا الحلف بابا لك تقسم بالله لك بابا ليش تقسمون على كل كلمه تحكوها كل كلامكم بيحلف ليش كلامك ذهب تلميذه في مدرسه الحياه هيا با والحسين صدق هاك هاك استلم كلام قمه الصراحه قمه بتاء الصراحه الصقر انت ايش دخلك انت مو صقر انت نثيه اطلع العراقيه متحمله قرف كوكب جبال ما تتحمله من عندكم وين انت معاشره كل العراقيات لا تقبلينه لا تقبلينه لا تقبلينه الزواج شنو بنظرتشن الزواج بنظرتشن شنو 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 بس اريد افتهم حياه ورديه اي ورديه الواحد يضرب الثاني بالمخده ما ريش النعام اي نعم نسويها يجيك جواسم يجيبك الاكل على الفراش اسويها واسوي لها ريوق غصبا ما عليك اسوي لها ريوق فهمت ولا اكسر هاي القاعده مهتك ياخذ السفرات ويوديش المالديف ويحطش بالمرج اوديها للمالديف غصبا ما عليك مرجي وحوي مرجحكي مرقيحه مرقيحه اي مرقيحه مرقيحه لا الزواج حلو يخبل الشقشق ورب العالمين موصينا بالزواج زواج نعم الزواج ورديه علاقه ورديه نعم ونتعارك بالمخدات وبالريش شفت من عينه هيا وردية نعم أنا ما أعرف أنتوا ليش رابطين حياتكم برياجي يعني هو ضايج أو في ضايج غاثة غث الرجال ما بيج حاب ما بيج حاب الله علي بيج ما بيج حاب كم مرة قلت لك تدلعي كم مرة قلت لك علوا يقولي لعلولي حسوني يقولي لسوني صح تفنيتي كم مرة قلت لك لبس أحمر كم مرة قلت لك أحمر هو رجل هي يحب المظاهر إذا ما تلبس أحمر يعني يكرهه طب الرجال للبيت حتى لو راكع 16 ألف مليون بوري لبسي هيك مثلي لبسي مثلس أنا ما عندي جواسم لبسي مثلي فيكي فيكي يموت عدي فيك وقولي له هاي وباي واحكيها إنجليزي دخليها ودخليها شامي ودخليها عراقي ها وآخر شي قولي له تشاشك ريت هسه أجيب لك شي آخر شي قولي له أوكي لعد هن يحبهن هن كلهن بحيث عايشي كل النساء عايشي كل اللي واخر شي قولي له داكور داكور يعني فرنسي هو هنا يقيش أوكي ما
بني شو وقت تندلين؟ شو وقت؟ شو وقت توقعين؟ شو وقت؟ ما شو وقت تسمعين الحق؟ لازم تطولها للجملة. شو وقت تريد تعرف شو وقت أطلع؟ شو وقت أفتح الباب؟ شو وقت أسد الباب؟ حتى بالأخير أقول لك شو وقت أطلع؟ أطولها للجملة، طولها سوي شعرضها بعد شو وقت الصدق تبكي؟ ما تحكي ما تحكي، لازم تسويها أطولها، ما راح أسمع، بطلت. تعرفون منو أغبى رجل على وجه الخليقة؟ أباك راح تجاوبك هسه وتقول لك منو أغبى رجل، راح تطولها. اسمع اسمع اسمع، هو اللي يحرم زوجته. قالت بسرعة، قالت خلينا نعيدها. تعرفون منو أغبى رجل على وجه الخليقة؟ إيه، هو اللي يحرم زوجته إيه؟ من كل ملذاتها كامرأة واحتياجات شخصية. حلو، خليها ببالك وبعمرك لا تنساها. كل ما تمنحها تمارس حياتها الطبيعية ويا صديقاتها وأهلها وناسها وشغلاتها اللي هي تحبها واللي هي ترغبها حالها حالك، كل ما راح تسويها من وراء ظهرك. يعني تسويها من وراء ظهري؟ المفروض تعوفني، مو تسويها من وراء ظهري. عوفي بابا، بابا هذا المعفن عوفي. إذا يمنعك من تعيشين حياتك الطبيعية عوفي، مو تسويها من وراء ظهره. فيها قاعدة عامة بحياتك. نعم. كل ما تدخلين علاقة وانت جوعية اهتمام، نعم، جوعية حب وجوعية ثريد، للأسف الشديد البعض مادة جوعية أمور معنوية، ما تطب الموضوع لازم تطولها. فهم يكون هذا الرجال، ديري باش تقولي له ما أقدر أعيش من غيرك، وديري باش تقولي له لو أنت لو أموت. مش بابا أنت موسى قلتي تموعي وتدلعي وقولي لي توبش قلبي ومن هالسوالف، موسى وش قلتي؟ خبلتينا، شو تريدين بالضبط؟ فهميني، كمان مهندك هاي شو تريد؟ وديري باش تقولي له على أسرار بيتكم وأسرار شغل أبوك. أنت مو قلتي هاي الله خالقة هيك هي تحكي الأسرار؟ مو أنت هسه قبل شوي قلتي هي رب العالمين خلقها بهالطريقة؟ وديري بالك تبيني له إنه أنت ضعيفة بلية. رجعي بالنعل، خلص. رجعي بالنعل، مو زواج هذا، ضيم، ضيم هذا، ضيم. شلون الست نادي؟ هاشي هاي؟ كل الهلبي، شلون خير خير؟ سدوني هذا عاطيت. قبل تبكي، السعوديات تبكي، قبل. تفتح قبل تبكي، ما يتحملن، صلي وروح صلي بابا. تعالوا شباب هسه خلينا نشوف مقاطع عشوائية بالتيك توك، وش يطلع لنا ننطي تعليقنا عليه. هاشينا هاي؟ ناقصين احنا استونا خلصنا من بطل المي. ها شنو سالفتكم ويا المي انتو عيال؟ اريد فشي مفيد بالتيك توك، ماكو. اكو كيبل واحد ورا الشاشه، دير بالك تشيله. اوكي، واذا شلته دير بالك تراجعه. اوكي، واذا رجعته دير بالك تشيله. هاي صارت كلاوات، هاي صارت كلاوات. وبعدين انت ليش تشوف الفيديو وتطبق بنفس اللحظه؟ غير تشوف الفيديو كامل وبعدين تطبق. قوة تلومون اليوتيوب، قوة. عزيزي شئت أم أبيت، اليوتيوب أفضل منصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعدين من تريد تبحث على فد شيء يعلمك، لا تبحث عن يوتيوبرية عرب، ابحث عن الشيء بالإنجليزي، راح يطلعوا لك هواية ناس يساعدوك ويحلوا لك المشكلة بطريقة سهلة وسريعة، بحيث تلقى أجانب ينزلون فيديوهات بس على مود يساعدون الناس، حتى مشتركين ما عندهم، مجرد منزل الفيديو حتى يفيد به غيره. اتعلم دائما من تريد تبحث على شيء تعليمي يعلمك إنه شلون تسوي الشيء اللي ببالك، ابحث عليه بالإنجليزي. خو إذا تشوف شرح واحد مصري، المقدمة مالتهم دقيقتين. إيش قد مرتك عندها ذهب؟ ما تتقدر يعني؟ يعني هذا سؤال؟ إيش قد مرتك عندها ذهب؟ وتجي عليك؟ أمي شافت هاندا من كانت حامل بيه. إيش دخل من واحد يشوف صورة واحد يطلع ابنه يشبهه؟ كلاوات. أنا متشن الزعطوط مراهق، كنت مسوي سلسلة اسمها مفتهمين غلط، وحكيت بوقتها بموضوع إنه أكو ناس تعتقد إذا شافوا صورة واحد حلو يطلع ابنهم حلو. إيش دخل؟ وين الجينات؟ وين علم الوراثة؟ ماكو. بقولك على صورة. انتهى صلاحية العمل، مدري شنو هو اللي فشل، هذا اللي حصل. قبل شلون كنت عاتب، هسه شلون صرت عاتب؟ اسهل محتوى ممكن تشوفه بالعالم، تحياتنا المهيمن علاء، بس اسهل اسهل محتوى. انا اقعد بحيث يكون المقطع بسيط 9 ثواني. ما يخالف، هاي الرقبة قصها وخذها، ما يخالف. ها بس مال تجي تصيح على امي اللي تعبت علي. منو صيح؟ تجي انت تصيح عليها على اي اساس؟ بابا انتو مشاكلكم ليش بالسوشيال ميديا؟ بس فهموني انتو، بس اريد افتهم لك عمي، افهموا على المنصات مع صناعة محتوى، مو المشاكل الشخصية. ايش دا يصير؟ ما دا افتهم انا شباب، كش ما دا اعرف اني لك شنو؟ ماكو خصوصية؟ هذا اصعب مقطع مقلب حياتي. صياح صياح وازعاج شبيك شبيك معود؟ شير صياح. اتطورنا احنا يابا، قمنا بعد ما نسمع اغاني. يس طبعا هو يردون يسوون هذا الترند وما يعرفون.
لا وصار اكو معلمين لهذا الترند دوره دخلك حتى علمك شلون تسوي ترند البطل. بس انت بقول شلون سويت الزرف عريض حتى شنو المي يطلع حلو وتجي شمرتي ومرتبه ما يطلع حلو تجي شمرته. وتعالوا شوفكم الترند. بذر بذر. لا ما راح اشوفكم النتيجه، فوتوا هناني وشوفوا النتيجه وعطوني لايك. اهو نبسوي الاجزاء، مسوي الاجزاء حصريا حماس، انتظرونا في الجزء الثاني. اعطيني وش حزين لئيم متفائل متشائم، اعطيني وش حنون مجنون. هذا حنون؟ حنون هذا؟ هذا ما اقدر اتخطى هذا الترند، ما اقدر، ما يقدر يتخطى هذا الترند. انه بالموسيقى اللي يحطوه حموضه طريقه كيف تسوي ترند. شو حموضه 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 حموضه، جالي 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 هذا الترند جالي، انه صارت دبه مال ماي ارو. لك صدق كذب؟ ذاك اليوم سويت لكم فيديو عن قوانين بيت اهلي، فيديو اليوم عن قوانين بيتنا انا وزوجي. زين بس اريد اعرف احنا شو علينا بقوانين بيتكم وبيت زوجك، واحنا ايش دخلنا، واحنا ليش نريد نعرف هاي القوانين، وشنو الفضول وشنو الدافع اللي يخلينا نعرف حياتك الشخصيه؟ بليز. ذاك اليوم سويت لكم فيديو عن قوانين بيت اهلي، فيديو اليوم. لا هي مسوي ذاك اليوم فيديو عن قوانين بيت اهلها، وكانما احنا راح نجي نعيش ببيت اهلها، فاليوم راح تحكي عن قوانينها هي وزوجها، بيتها بيت زوج، ما اعرف يعني احنا ايش دخلنا. تعالوا اشارككم عادات غايبه او قوانين موجوده ببيتنا، مو المهم انت اكلت. احنا شو علينا بيتكم. واخيرا الفيديو المنتظر، جوله ببيتي. هلا عمري شلونكم؟ جوله ببيتها اليوم شباب، راح اسوي لكم جوله ببيتي، جوله بالغرفه، اصور لكم الغرفه. عندي هنا حاط بطاله، هذا بوتل 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 بوتل، هذا بوتل 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 بوتل، اشرب كله اشرب ذني بوتل بوتل بوتل. اسوي لكم جوله ببيتي. طبعا هنا حاط اصغر تليفون بالعالم، اصغر تليفون بالعالم، اصغر تليفون يشغل على فكره، اصغر من الجداحه. نعم 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 نعم. طبعا عندي هنا نظاره، هاي النظاره شنو شباب انتم ما شايفيها علي؟ طبعا ما شايفيني البس نظاره، طبعا انتم ما شايفيني البس نظاره، شوفوا انا بالنظاره. شنو فائده هاي النظاره؟ هاي النظاره شباب تحمي عينك من الاشعه المضره اللي تطلع من الشاشات وما تاذي عينك، يعني بحيث ما تلبسها وتباوع تحس نفسك مرتاح. بس انا ما اعرف ليش ما البسها، او بالاحرى انسى البسها، كلش كلش مريحه بالعين، يعني دا اشوف الشيء يعني كلش واضح، ويعني عيني تحسها مرتاحه. ايه انا ما طفرت ما ادري. تعالوا خلينا نشوف جوله في بيتها، يعني خلينا نستفاد من الجوله. تعالوا هم سالوني شلون بيتش 25 متر. شوفوا بنات انا ويا عيالي، من قال لكم عازله؟ انا ويا عيالي وعندي غرفه، فهيك دائما اقول لكم انه انا بيتي 25. واي سؤال عندكم بعد او استفسار تقدرون تدخلوا لي على انستغرام بالخاص، وراح اجاوبكم على كل اسئلتكم. مبدئيا الله يرزقك ببيت ان شاء الله اكبر، بس شنو الفائده؟ زين وش نسالك يعني؟ حتى ما اعرف شو اسالك. كم خاشوقه شاي تحطين للقوري؟ تفضلي سوي لي فيديو على هذا الشيء، طريقه عمل الشاي. نعم مطبخ ام ريان باع العالم متفاعله. عندك الاخت ازل، لعد لا تقولي ببيتي، قولي غرفتي لا بيت عيالك. النسوان من وين مشتري عبارة مطبخ مريان؟ حطت عينها، حطت عينها على عبارة مريان. ليش ما تخلين برد بين الصالة؟ طبعا يطلع عن داخلهن المصممات، الديزاينر تطلع بداخلها، قاعدات هيك بس يقلبها بالتيك توك. شو قومي؟ الحمام وين؟ فضول عندها، وين الحمام؟ وين 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 حمام؟ واحد تفكر، فضول عندها. اوكي شباب بعد ما اقدر اكمل، واحب اقول نصيحة لكل صناع المحتوى الموجودين بالتيك توك، حاول دائما تفكر بالكلمة قبل ما تحكيها، او منتج، انت ما تمنتج الفيديو؟ انا ليش ما اطلع لايف؟ ما تفكرون بهالسؤال؟ ليش ما اسوي لايف؟ اللايف لازم تشفص بيه، ما تقدر تغلط بيه ويبقى عليك متسجل، عكس الفيديوهات اللي تصورها، حتى اذا تغلط ممكن تعالج هذا الشيء بالمونتاج، تتلاحق لنفسك. فحاولوا دائما تركزون بالمحتوى اللي تقدموه، خصوصا اكو صغار بالعمر يشوفوكم وممكن يتاثرون باي شيء تسووه، حاولوا دائما تقدمون نصائح بفيديوهاتكم ونصائح حقيقيه، مو تجيبها من مخك، دائما الشيء الايجابي الجأ بيه للدين، قاعد تفتهمني؟ حتى اذا سويت مقطع كوميدي حاول تخلي بيه رساله، مو تصور لحياتك اليوميه اللي ما بيها فائده، شكلت وشربت وين راح اروح هسه، حتى اذا صورت هيك مقطع فخلي هذا المقطع مو بكل محتواك، لا خلي مثلا مقطع هيك ومقطع هيك، بس مو دائما تخلي مقاطعك عباره عن مضيعه للوقت، حتى هاي المضيعه اسوي بها فوائد. بعدين هي مقاطع التيك توك دقيقة وتخلص ولعبان نفس، وكل ناس تسوي جزء ثاني، تراقب الجزء الثاني. يوتيوب بابا تريد تستمتع؟ يوتيوب والتيك توك يعني يجي يقدر يحصل منه متابعين، بس اليوتيوب صعب صعب تجيب المليون، فلهذا السبب البعض يلجأ للتيك توك حتى على اساس يقدم به محتوى، عكس اليوتيوب، اليوتيوب هارد ويريد له مجهود. فعزيزي المشاهد لا تنسى تكتب لي رأيك بالتعليقات، وتكتب لي شنو رأيك بصناع المحتوى على التيك توك، واشوفكم بفيديوهات جديدة. سيمش بيدش ما حد يفيدك، طلق قوم منه خصته حقه.